اختتمت مساء يوم أمس فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحرين السينمائي 2024، والتي أقيمت برعاية سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، تحت شعار الاحتفاء بفن صناعة الأفلام لها، وبتنظيم من نادي البحرين للسينما، وبرعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار، وبدعم من مراسي البحرين الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمهرجان، وهيئة أفلام السعودية شريك التطوير. نعم، من جهته أشاد مدير مهرجان البحرين السينمائي عمار زينل باهتمام وتعاون سعادة وزير الإعلام لرعاية المهرجان وإيمانه بشغف الشباب في مجال صناعة الأفلام السينمائية القصيرة، مشيرا إلى أن المهرجان بهذه الدورة جاء لخلق ثقافة متجددة للأعمال السينمائية التي كانت على مستوى عالي من التنافسية والاحترافية. من جانب آخر، أكدت السيدة ماري لوشيار نائبة رئيس أو سفير الجمهورية الفرنسية في مملكة البحرين أن حفل إعلان جوائز مهرجان البحرين السينمائي يعتبر حدثا استثنائيا لما له من أبعاد فنية وثقافية مهمة. أعلنت خلال حضورها حفل إعلان جوائز المهرجان عن توفير فرصة مدعومة بالكامل من السفارة الفرنسية للمخرج الفائز في هذا المهرجان لحضور مهرجان كليرمون فيراند للأفلام القصيرة في فرنسا. أشكر المهرجان والجماعة اللي كونوا يعني بشغفهم، ما شاء الله عليهم. كان المهرجان جدا جميل، والفي اي بيز اللي يجون من الوطن العربي يعني كان التعامل معهم، وحتى يعني فكرنا حتى في برامج ومسلسلات ممكن نشتغل عليها في المستقبل، يعني فصار اوبورتونيتي وايد جميل بين الكتاب غيري يعني حتى المخرجين والممثلين البحرينيين. يعني البحرين تسعى لاستقطاب كثير من الفعاليات والوجهات السياحيه مثل وجهه مراسي البحرين، وتمنياتنا الى القائمين على هذا المهرجان بالتقدم والازدهار، وعام عن عام نشوفه يكبر ويصبح على رزنامة الأحداث العالمية في مهرجانات السينما في المنطقة. أولاً أحب أشكر كل قائمين على هذا المهرجان من أصغر شخص إلى أكبر شخص، لأن فعلاً المجهود فارق واضح. يعني حسينا أنهم يتعاملون بحب أكثر من أنها تكون مهنة أو تنظيم. بكل أمانة اليوم إحنا شفنا أفلام جميلة مختلفة منفردة متميزة على أرض الوطن، هو عرس بحريني منفرد جميل يشمل كثير من الثقافات، خذينا بعض الأفكار، تعلمنا في بعض الورش وجلسنا في بعض الندوات. حبيت أشكر القائمين على هذا المهرجان الرائع. حلو أن إحنا كفنانين نتجمع، وأخيرا خصوصا إحنا لما نشتغل المسلسلات صعب أن إحنا كلنا كفنانين نتجمع بمكان واحد، ولكن هذا المهرجان جمع كل الفنانين، التقينا فيهم وشفناهم وانبسطنا بهذا المهرجان الجميل. شكر كبير من كل قلبي إلى الدكتور معالي الوزير دكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وإلى رئيس المهرجان الأستاذ أسامة، وإلى مدير المهرجان الأستاذ عمار، وكل القائمين والمتابعين في هذا المهرجان الضخم الكبير في مملكة البحرين القالية. على قلبي أحبكم يا أهل البحرين، وما ودي أن هذا المهرجان يخلص لأن راح أفقدكم. الله يسعدكم، مشكورين على هذه الحفاوة وعلى هذا الكرم وعلى هذه الطيبة اللي مو غريبة عليكم. دائما كل ما يديرتي الثانية البحرين ألقى الحب يزيد، اللهم لك الحمد والشكر.